هو السلام عليكم الصقعات ديالي. اليوم جايب لكم دجاجه محمره دايره كوتسيزو واقفه في العماريه وتتقول كولوني غنجيبوا ليها واحد دجاجه ولا واحد الفروج ديال 2 كيلو بحال هكايا غنكون نقي مع دمو الدجاج. عباد الله راه ما تنغسلوش الدجاج عاوتاني في الدار لانك تنقلي لاش الجراثيم تنقليهم لموضع اخر. غنشفوها مزيان بواحد الفوطه الا بغينا الجلده انها تكون مقرمشه ومقرششه. غنقطعوا ليها الضفيرات هادو ولا هاد الدجاجه نص الاخر ديال الجناح ديالها لانهم تيقيسوا الارض وتيكونوا معفونين. داكشي علاش عباد الله ما تياكلهمش، هذا هو السبب. نديروا لها شويه واحد الملحه وكوني يا بنتي اعطي الملحه، اعطي الملحه ما تخميش، وزيدي لها شويه البزار. البزار محكو فريش بزار هنايا ما عندكش عادي، ما تكثريش منه تيكون مطحون بزاف، ما تكثريش منه كثر هذا محتاج تي مطحون غليظ راك تشوفي. غنخليها في الثلاجه لمده 8 سوايع. هنايا غنوجد لكم ضامه البنه اللي هي المكونات ديالها 6 زعارات 6 شعرات ديال الزعفران، شتيهم 6 قاسبيهم يلاه حسبي. معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر يقدر يكون الحار لا بغيتي ما كاينش مشكله، ومعلقه صغيره ديال الثومه، ومعلقه كبيره ديال الكركم ولا الخرقوم ولا الخرقوم عرق تنقول بالعربيه المغربيه، ربع معلقه صغيره ديال الفلفله فلفل اسود يعني البزار. هذا الخليط هذا كامل غنخلطوه على 113 غرام ديال الزبده وغنعجنوها، والزبده اللي خرجناها بدرجه حراره المطبخ باش تجينا ساهله في المجز ديالها ولا العجينه ديالها ولا المعيص ديالها. معصيها مزيان معصر 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 تتولي عندك خليط متجانس واحد. هنايا عندك حريه الاختيار، تقدري ديريهم في هذوك الاكياس ديال الثلج وتخليهم في الثلاجه فوق ما بغيتي شي طريف غتهزيه، لان هذه قلت لكم ضامه ديال البنه. انايا مع انا فانسي وفيا الدخول فانسي ديك اللعبه ديال فانسي درتها في هذه الوريقات هذه، والفكره ديال انني نديرها في هذوك المكعبات ديال الثلج وندير هذه الوصفه هذه راجع للاخت حاجبه اللي عندها كوكين موتيفيشن في يوتيوب. كنت طلبتها على الوصفه، كنت طلبتها على الوصفه عطاتني هذه الوصفه هذه وخزت عليها شي حوايج ديالي. المهم الوصفه ديالها هي شوفوها هنايا، غنجيبو نوجدوا الدجاجه ديالنا اللي خلينا في الثلاجه بعد 8 سوايع، انا خليت 6 سوايع. غندير واحد 4 كاس ديال الزيت بلديه، اي زيت متواجد عندك في الدار معليش، 3 دريوس ديال الثومه و زعتر ماشي زعتر روزماري اللي هو زعتر ماشي زعتر نو وغندير الفلفل الاحمر. دابا سمعتيني نهضر مع بوحدي انا فهمتي بنت بلا ما تبقى ديروها في الكومونتيرات. درنا الفلفل بطاطا الكرافس والخيزو كلهم درناهم لتحت من الطاجين، انا طيبتها في الطاجين ودزت على هذيك الزيت زدت عليه انيس ستار. هنايا غنقطع واحد 3 المعلقات صغارين ديال الزبده اللي هي المنسمه ديالنا اللي هي ضامه البنه. هذاك الشيء اش قلت لكم درتوها في مكعبات ديال الثلج، غير تخرجي وحيده جوج وغديريهم وهني راسك. وهذه تحتاجيها في اي طاجين في اي طاوسه طيبها، يعني اللحم الغنمي البقري والدجاج وحتى بيبي حتى هو ولما لا ضروري عاد تجي فيها واعره. دابا هنايا غناخذ 3 المعالق كبارين ديال الزبده اللي هما ماشي 3 المعالق كبارين، هي 2 معالق كبارين تقريبا، 2-3 المعالق صغارين. خشيت هنايا الزبده في جهه الصدر مزيان، غنخشيها باش نعمرها مزيان باش تخلي داك الصدر يشرب هذاك العطريه ديالو متي يكون تيطيب. وهنايا في العنق واللور ديالو راه كله غا عضومه، ولكن كلها غندهنها مزيان واحد الدهينه مزيانه. وما تخموش راه هادشي ديك الزبده ما تدوب راه غادا تطلع، وهذاك البخار اللي درنا عليه اللي غنقعدوا عليه الدجاجه دابا لما عمرك قعدتي شي واحد في العماريه اليوم غتقعدي الدجاجه فوق الطاجين، غنقعدوها فوق هذاك الكاس. متاكدي بان الكاس ما يترسلك في الفران، ماشي تخشخ لك الكاس داخل في العتوقه وتقولي لي حقا راه جيبي لنا الدجاجه ما تجيبيش عتوقه انت فهمتيني. المهم انا جلست جلسه العماريه ونوجدوا الفران على درجه 160 درجه سيلسيوس ونسخنوا دابا ونهزوها الفران ونخليوها طيب لمده ساعتين بالضبط، وهي الى الفران تدخل وعلى بركه الله نخليوها هنايا ونراقبوها. حديو الفران لكن عندكم من الفوق تحرق غطيوها، غطيوها بواحد البابيه الومنيوم باش ما تحرقكش من الفوق لان تحتاني مازال ما غايطيبش. المهم هذا الفران ديالي عنده الحراره معتدله تدور فيه ديال الضو تدور فيه. خديت شويه ديال المرقه اللي عطاتنا هذيك الدجاجه والخضره وغادي نصبها من فوقها منها. هذه القضيه هي درتها جوج مرات في الاخر نص ساعه قبل ما يطيب باش يخرج لنا الدجاج شارب مزيان هذيك المرقه، وبعد ساعتين تتولي عندك واحد دجاجة ما نقول لكمش على المذاق. المذاق حاجة خرافية، عمري ما ذقتها في شي ريستورا، ما عمري ذقتها عند شي واحد، ما عمري شفتها عند شي واحد. المهم هذه الطريقة ديالي تنديرها بها، تندير فيها مغربية وشوية ديال الميريكاني انها مبخرة، تتجي طريقة واعرة سهلة ما تتخش بزاف ديال الوقت. والصراحة الصراحة ما نكذبش عليكم انا ما نجاملكمش، كانت شي حاجة زوينة راه نقول لكم نشكر عليكم هكايا. المذاق شي حاجة تتاكليها اللحم ديالها رطب فازق ما ناشفش، الصدر كذلك الناس اللي عزيز عليهم الصدر والصدر تيجيهم ناشف، هذه هي أحسن طريقة أنهم يجيهم الصدر فازق وما ناشفش بحال اللي تعضف كاوتشويه واللحم طايب مزيان. ها انتم راه ما تيخرجش منه حتى الماء ناشفة
يعني ما داك الميوهات ديالها، ولكن في نفس الوقت راه اللحم ديالها سو مويست يعني فازق، العضة زوينة، والخضرة كذلك، الخضرة طلعت هي المذاق ديالها جميل جدا، لدرجة أن ولدي كل الكرافس ومن ينطقتهم معاه جاوني بحال شكل الخرشوف ولا القنارية كي تقولها قنارية، جا المذاق ديالهم بحالهم، لأن كرافس أنا في أمريكان عندنا شوية كبارين. هذه هي التقطيعة ديال الدجاجة، حيدت ليها الفخاد، سكويزيت اللي من الجناح، درت لي واحد الدويورة خي جمعتهم جميعة صغيرة وحيدتهم جناب، وهنا هي الصدورة حيدناهم، تبقى لنا هذا القنت هذا، وتبقى لنا داك الظهر ديال 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 الدجاجة اللي فيها داك جوج الحيمات تيكونوا في الأخر ديالهم، تيعجبوني هذوك، هما الصراحة هذيك الطيبة هي اللي خصها تاكل، ما ياكل حتى شي واحد، وسربيها كما بغيتي بالصحة راحة. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي واحد التعليق صغير تقول لي عجبكم ولا ما عجبكمش، لا درتوها صيفطوا لي التصاور ديالها في الانستغرام، ونتمنى انني نكون خفيف ظريف عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.